يقول في آخر أسئلته: ما حكم استعمال الباروكة للرجال والنساء؟ وإذا كان هناك بعض النساء وشعرهن قصير فتريد أن تتزين لزوجها، هل يجوز في هذه الحالة؟ وكذا، ما حكم استعمال أحمر الشفاه من أدوات التجميل للنساء؟ أما لبس الباروكة فهو حرام على الرجال وعلى النساء، وهو من كبائر الذنوب، لأنه من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ومن ذلك الباروكة، لأنه شعر غير شعر الإنسان، فلا يجوز له لبسه. ولو كانت المرأة شعرها قصير فلا تلبس باروكة، بل يكفي شعرها الذي خلقه الله لها. وأما الرجل فلا يلبس الباروكة أصلا، لأنه ليس من عادة الرجال تغذية، يعني ليس من عادة غالب الرجال تغذية رؤوسهم واتخاذ الرؤوس نازلة عن الكتفين. هذا إنما يفعله بعض الرجال، فإذا حصل هذا من شعره المخلوق فلا بأس، أما أنه يتخذ شعرا ومصطنعا فهذا لا يجوز. نعم.